اختتمت فعاليات التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018 والذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني وبمشاركة 9 دول شقيقة وصديقة وحليفة، وذلك بحضور اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني. وقد ساهم هذا النوع من التمارين في الارتقاء بمستوى المشاركين في كل ما يتعلق بتطوير العمل الدفاعي الجوي وتبادل الخبرات العسكرية من خلال تنوع الطائرات المشاركة، ما أثر القدرات القتالية الفنية في هذا المجال العسكري الحيوي. وكان للمشاركة الكبيرة من الدول في التمرين الأثر الفعال في إنجاحه وتحقيق الأهداف المكتسبة منه، التي من أبرزها توطيد العلاقات بين المشاركين بصورة عامة وتعزيز التعاون المشترك بين القوات الجوية في مجال العمليات الجوية. وأضاف هذا التمرين مزيدا من توطيد العلاقة والتعاون وأطر العمل المشترك من خلال إتاحة الفرصة لإعداد قادة جدد، وقد برزت تلك الأهداف خلال فترة إقامة هذا التمرين الذي امتد لقرابة 2 أسبوع والذي شارك فيه عدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية بالدول الشقيقة والصديقة والحليفة، وهي القوات الجوية الملكية السعودية، القوات الجوية الإماراتية، القوات الجوية السلطانية العمانية، القوات الجوية الكويتية، سلاح الجو الملكي الأردني، القوات الجوية المصرية، القوات الجوية الملكية البريطانية، والقوات الجوية الباكستانية.